علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أحمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمه الله: وإن نقص وكيله أي وكيل الزوج على الخلع عن مسماه أي عما سماه الزوج له بأن قال للوكيل خالعها بعشرة فخالع بخمسة لم يلزم الخلع ولا يقع الطلاق، لأن الوكيل معزول عن ذلك بمخالفته إلا أن يتمه الوكيل أو الزوج فيلزم. أيوة، ولا الزوج يعني طلبت منه المخالعة فوافق على الخلع ووكل شخصا ليقوم مقامه وقال له خالع عني بعشرة، اتفق أنت والمرأة أنت ووكيلها وخذ منها عشرة و مقابل طلاقها وخليها، فالوكيل خالف وقبل من الزوجة خمسة أقل مما وكله الزوج. في هذه الحالة الزوج غير ملزم بما فعله الوكيل، لأن الوكيل معزول عن أي شيء يخالف فيه أمر موكله. إذا قال له اذهب إلى المكان الفلاني وذهب إلى غيره فلا يلزم الموكل ما فعله الوكيل، وكذلك إذا خالفه في ثمن مبيع أو ثمن شراء وغير ذلك. في هذه الحالة عندما يخالف الوكيل الزوج يعني هو في حل من أمره، لا يلزمه المال، لا يلزمه قبول المال الذي خالع به وكيله، ولا يلزمه الطلاق، يعني كأن شيئا لم يكن، يعني الوكيل معزول في هذا التصرف المخالف به أمر موكله. نعم. قال إلا إذا كان تحمل بعد ذلك الوكيل الناقص ودفع الخمسة من عندي ودفعتها الزوجة، وبعد ذلك يلزم الزوج الخلع ويلزمه قبول المال، وقالوا هذا لا يعد منة عليه، يعني له عذر في الامتناع منها، لأن هذا هو الذي طلبه، ومدام تحصل عليه من الوكيل ولا من الزوجة حتى بعد ذلك، مدام أكمل له النقص فيلزمه الخلع ويلزمه الطلاق. نعم. قال إلا أن يتمه الوكيل أو الزوجة فيلزم، ولا مقال للزوج إن أتمه الوكيل إذ لا منة تلحق الزوجة. قال أو أطلق الزوج. نعم. قال أو أطلق الزوج له أي للوكيل أو أطلق لها أي للزوجة بأن لم يسمي شيئا فنقص الوكيل أو الزوجة عن خلع المثل، حلف الزوج أنه أراد خلع المثل ولم يلزمه طلاق إلا أن تتمه هي أو الوكيل فيلزم. في هذه الصورة ولم يحدد للوكيل ولم يحدد للزوجة مقدار الخلع، وإنما قال له خالع عني هكذا، وقال للمرأة خالعي،
فإذا هي خالعت بأقل من مهر من خلع المثل، أو الوكيل خالع بأقل من خلع المثل، فالزوج يمكنه أن يرد ذلك ولا يلزمه الخلع، لكن بشرط اليمين، يحلف أنه ما أراد بقوله خالع عني أو خالع عني، يحلف أنه ما أراد بذلك إلا خلع المثل لا أقل منه. فإذا حلف لا يلزمه خلع، لا يلزمه طلاق، ولا يلزمه قبول المال. نعم. قال: ومحل اليمين في الصورة الثانية إن قال لها: إن دعوتني إلى صلح أو مال بالتنكير فأنت طالق، وأما إن قال: إلى ما أخالعك به، فله طلب خلع المثل بلا يمين، وأما إن أتى بالصلح معرفا فله طلب ما زاد على خلع المثل بيمين. انظر الحاشية بتأمل. يعني هناك ثلاث صيغ يمكن أن يقولها الزوج للمرأة: إن خالعتني خالعتيني أو صالحتيني وأعطيتيني مالا، أو يعني حصل بيني وبينك صلح على مال فأنا أخالعك. فإذا كان هذا الكلام بالتنكير صلح وإلا مال، فهذا هو محل السياق السابق بأنه يحلف أنه ما أراد إلا خلع المثل، ويمكنه أن يرد المال ولا يلزمه الطلاق. يعني إذا أعطته في هذه الصيغة أقل من خلع المثل فمن حقه أن يرده، بشرط أن يحلف ويقول: ما أردت إلا خلع المثل. هذه صيغة، وهي صيغة التنكير. وإذا قال لها: إذا أعطيتني ما أخالعك به، في هذه الحالة يعني من حقه أن يرد أقل من خلع المثل، أن يرده ويطلب خلع المثل بدون يمين، لا يلزمه الخلع ولا الطلاق إلا إذا أعطته خلع المثل في هذه الصيغة، ولا يلزمه أن يحلف على ذلك، لأن الصيغة هي يعني تدل بفحوها على أنه أراد ما يخالع به الناس، ما يخالع به الناس. إن أعطيتني ما أخالعك به، يعني في العادة، حسب العادة، حسب العرف. فالصيغة في ذاتها تدل على أنه أراد ما يخالع به الناس، وهو خلع المثل. في هذه الحالة إذا أعطته أقل من ذلك من حقه أن يرده، ولا يلزمه الطلاق، ويطالب بخلع المثل، ويعني ولا يلزمه يمين على ذلك، في مطالبة لا يلزمه يمين على هذه المطالبة. والصيغة الثالثة إذا كان أتى بلفظ الصلح فأتى به معرفا، يعني إن أعطيتني الصلح أو الخلع فإنني أخالعك. فإذا عرف الصلح بالألف واللام، ولا الخلع بالألف واللام، في هذه الحالة من حقه أن يطالب حتى بأكثر من خلع المثل بيمين. يقول يحلف، يقول: أني ما أردت بهذا الصلح وهذا الخلع الذي عرفته، يعني كأنه معهود عندي، وكأنه قائم في ذهني ومعروف، وهذا هو الذي قصدته، وهذا الذي أردته. خلع المثل مثلا بعشرة وهو أراد 20، ويقول: أنا ما أردت إلا 20. فمن حقه لا يلزمه الخلع ولا يلزمه الطلاق إلا إذا أعطته 20 بشرط أن يحلف، وإذا أعطته أقل من ذلك فإنه يكون في حل. إن هناك ثلاث صيغ، إما أن يقول: ما أخالعك به، وهذا يستطيع أن يتمسك بخلع المثل بلا يمين،
وإن قال أعطيتني صلحا ولا خلعا فهذا يلزمه يجوز له المطالب بخلع المثل بشرط أن يحلف، وإذا لم يعط خلع المثل لا يلزمه لا قبول المال ولا الطلاق. وإن أتى بلفظ الصلح ولا الخلع معرفا فمن حقه أن يطالب بأكثر من خلع المثل، يقول هو في ذهني مبلغ كذا وكذا، هذا هو الذي أردته بكلمة الصلح. في هذه الحالة إذا أعطته ما قال إنه نواه وحلف على ذلك يلزمه، وإن أعطته ما قل من ذلك فلا يلزمه، لا يلزمه خلع ولا يلزمه الطلاق ولا يلزمه قبول المال. نعم، وهذا كل شيخ إذا كان الزوج يعني يفرق بين هذه الصيغة يعني التنكير والتعريف يعني. أي نعم، هذا كله مبني على يعني أن الناس يعرفون هذه الألفاظ ويفرقون بينها ويميزون بينها، وإلا العرف يدل على ذلك. أما إذا كان من عامة الناس فالظاهر أنه يجي على خلع المثل دائما، يعني إذا أعطته خلع المثل يلزم، وإذا أعطته أقل من ذلك فلا يلزمه، العامة يحملون على أعرافهم. قال وإن زاد وكيلها على ما سمت له أو على خلع المثل إن أطلقت فعليه الزيادة على ما سمته أو على خلع المثل، ولا يلزمها إلا دفع ما سمته أو خلع المثل حيث أطلقت، والطلاق لازم على كل حال. في هذه الحالة المرأة يعني لها وكيل وقالت له خالع عني بخمسة فخالف عنها بعشرة، وقالت له خالع عني من غير تحديد فخالع عنها بأكثر من خلع المثل، هاتين الحالتين لا يلزمها، لأن لما تقول هي للوكيل خالع عني بخمسة وخالع عنها بعشرة الوكيل معزول عن الزيادة هذه لا تلزمها إلا إذا دفعها الوكيل من عنده. وكذلك إذا قالت له خالع عني هكذا مطلقا ولم تحدد له وتجاوز العرف المتعارف عليه في الناس في خلع المثل وخالع بأكثر من ذلك والتزم بأكثر من ذلك فهذا لا يلزم المرأة. في هاتين الحالتين يبقى الوكيل تصرفه غير صحيح، وإذا أكمل من عنده يجب عليه أن يكمل من عنده، والخلع لازم في هذه الحالة والطلاق واقع. لكن المرأة لا يلزمها إلا ما حددته أو يلزمها خلع المثل لا يلزمه غير ذلك. قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. ورد الزوج المال الذي خالعها به، وكذا يسقط عنها ما التزمته من رضاع ولدها أو نفقة حمل أو إسقاط حضانة، حيث طلبت ذلك وادعت بعد المخالعة أنها ما خالعته إلا لضرر يجوز لها التطليق به. قال بشهادة سماع، وأولى بشهادة قطع على الضرر، وبانت منه. إذا كان المرأة الذي جرها إلى الخلع وطلب الطلاق هو الضرر من الزوج، الضرر ينكد الزوج ينكد عليها ويشتمها ويضربها ويوقع عليها الضرر الذي يبيح لها أن تطلب الطلاق ولم تستطع أن تتحمله، فاضطرت اضطرارا إلى أن تدفع له مالا تخالعه به. فإذا دفعت إليه مالا تحتها في هذه الظروف وهي محتاجة إلى الطلاق مضطرة إليه،
يعني إذا كان المرأة الذي دعاها إلى الطلاق واضطرها إلى الطلاق هو الضرر، هو الذي جعلها تدفع المال لتطلق نفسها، وهو الذي جعلها تسقط حقا من حقوقها، تسقط الحضانة والرضاع ونفقة الحمل، نفقة الحضانة، هو الذي جعلها تفعل ذلك. وقالت: أنا ما فعلت ذلك وما أسقطت حقي وما دفعت المال إلا للحالة التي أعيش عليها ولا أستطيع تحملها، وهو ما يوقعه الزوج عليها من الضرر. فإذا أثبت ذلك الواحد من اثنين، إما بشهادة سماع فاشية بين الناس يقولون لازلنا نسمع من الثقات العدول ومن غير العدول أن الزوج مضار، أي شهادة سماع، أو بشهادة قطع من باب أولى، تأتي بشاهدي عدل يشهدان بأن الزوج يضارر امرأته. فإذا وجدت هذه الشهادة تثبت الضرر، فإن الزوج يجب عليه أن يرد المال الذي أخذه ويرد عليها الحق الذي سلبه منها فيما يتعلق بالرضاعة وبالحضانة وبنفقة الحمل أو بغير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، وهو بذلك ظالم. القرآن يقول: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، عندما يكون طلب المفاداة والصلح لا بسبب ضرر وظلم من الزوج، أما إذا كان بسبب ظلم من الزوج فلا يحق له أن يأخذ المال لأنه ظالم. نعم. قال: ولا يشترط في هذه البينة السماع من الثقات وغيرهم، بل لو ذكرت أنها سمعت ممن لا تقبل شهادته كالخدم ونحوهم عمل على شهادتهم. شهادة السماع الشأن فيها والعادة فيها أن يقول الشهود، يعني لازلنا نسمع سماعا فاشيا من العدول ومن غير العدول أن الأمر كذا وكذا، أن فلان ملك كذا، أن هذا العقار لفلان، أن هذا العقار وقف للجهة الفلانية، هذا هو الشأن في شهادة السمع أن تكون كذلك. لكن في هذه الحالة، في حالة شهادة السمع على الضرر الواقع من الرجل على امرأته، قد لا يتأتى سماع الناس عامة من العدول، وإنما يسمعون من الناس الملاصقين للزوجين، والملاصقون أحيانا يكون غير عدول مثل الخدم. ولو يعني وجدت هي شهادة سماع حتى من غير العدول، اشتهرت وفشت بين الناس، قالوا لازلنا نسمع سماعا فاشيا من غير العدول من الخدم وغيرهم أن فلان يضر بفلانة، قالوا هذا كاف في وجوب رد المال، يثبت به الضرر. شهادة السماع بالضرر من الرجل على المرأة يكفي فيها السماع حتى من غير العدول مثل الخدم وغيرهم. لكن شيخ، لابد من شهادة رجلين. شهادة السماع يعني هي ما يحددش فيها رجلين، إذا كان هما سمعوا من رجلين هذا يتبقى هي شهادة قطع يعني. لكن شهادة السماع ما فيهاش حد معين، نسمع سماعا فاشيا من العدول ومن غير العدول من النساء والرجال والصغار والكبار وغير ذلك. شهادة السماع ما يشترش فيها تحديد من يشهد، لكن فشوء يشترط فيها الفشوء والشهرة. وإذا كان هي في غير إثبات الضرر لابد أن تكون يعني مختلطة، يخطط السماع منهم من الناس، منهم من هم عدول ومنهم غير عدول، هكذا هو، هكذا هي صيغتها. لكن في إثبات الضرر، لأنه يصعب أحيانا
حضور العدول للضرر، فلو كان هناك سماع فاش يعني واسع، منطاق واسع مشتهر بين الناس وبين الجيران بأن فلان يضر بفلانة، في هذه الحالة لا يشترط أن يقولوا من العدول، بل حتى لو كان من غير العدول فإنه يكفي. نعم. وغير في الحاشية لما قال بشهادة السماع، قال أي بشهادة رجلين بالسماع من غير يمين كما في عبد الباقي، ورجح بعضهم اليمين كما في البناني، والواحد لا يكفي مع اليمين على المعتمد. لا خلاص، هذا يعني اللي بيشهد بالسماع يكونوا اثنين، يعني هذا معروف، يعني كنت نحسب أعتقد أن السماع السمع من رجلين، لا هو يعني اللي بيأدي شهادة السماع لابد أن يكون رجلين، يعني يكون يشهد بالسماع يكون رجلين، فلا يكفي الرجل الواحد بشهادة السماع لا في النكاح في الضرر ولا في غيره، يعني لابد بيشهد سماع ويقولان لازلنا نسمع أن فلان من الثقات من غير الثقات، أن فلان باع ولا ملك ولا اشترى ولا كذا، وإذن يكون ليؤدي هذه الشهادة يكون رجلا يعني. قال ورد المال المخالع به لها بيمينها مع شاهد واحد أو امرأتين بالقطع والضرر بضرب أو شتم بغير حق. قال ولا يضرها أي الزوجة في طلبها رد المال من الزوج إسقاط البينة المسترعاة بفتح العين بعدها ألف لفظة. يعني المسألة قبل هذه إيش قال؟ قال ورد المال المخالع به لها بيمينها مع شاهد أو امرأتين، أي يعني كما يثبت الضرر بشهادة السماع العدول ومن غيرهم أو من غير العدول في الضرر كذلك، وبشهادة قطع كذلك يثبت بشهادة رجل واحد مع يمين المرأة، لأنها متعلقة بالمال، لأنه متعلق برد المال، والمال يثبت بالشاهد الواحد واليمين، وبشهادة امرأتين على الضرر مع يمين المرأة، فإذا كان المرأة لها شاهد واحد رجل ولا لها امرأتان يشهدان لها فإنها تحلف معهما وتستحق رد المال إذا شهد على الضرر. ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى. إيه شيخ قبل هذه الضرر يعني شيخ يثبت حتى بشتم فقط، يعني بألفاظ بديئة للمرأة، أي الضرر زي ما تقدم، يعني لمحق أن تطلب الطلاق وترفع إن كان يشتمها ولا يشتم أبوها ولا يشتم أمها ولا يعني يعرض عنها في الفراش أو يقطب وجهها ولا يعني يعاشرها معاشرة سيئة، فإذا تكرر منه ذلك فإنها من حقها تطالب الطلاق للضرر. حتى لو شيخ هجرها في الكلام فقط، يعني ما عادش يكلم فيها هيك بدون سبب، حتى إذا كان من غير سبب وليس يعني له وجه شرعي كله يعد ضررا، لأن المطلوب المعاشرة بالمعروف وعاشرن بالمعروف، والقرآن يقول فإمساك بمعروف وتسريح بإحسان، لكن يبقى البيت يعني يعيش غيظ وحقد وإحن، وهذا ليس هو الغرض وليس هو المقصود من الزواج، لابد إذا حصل خل لابد من معالجته ورفع الضرر، رفع الضرر على الطرفين، يعني قد يكون الضرر من المرأة، قد تكون المرأة هي التي تفعل هذا الفعل أحيانا، فأيضا يجب أن تؤدب ويجب أن يعني يدخل هذا في باب النشوز بعد ذلك. قال ولا يضرها أي الزوجة في طلبها رد المال من الزوج إسقاط البينة المسترعاة بفتح العين بعدها ألف لفظا ترسم ياء لمجاوزتها ثلاثة أحرف،
قال: والمراد ببينة الاسترعاء هنا البينة التي استرعتها، أي أشهدتها بالضرر، فخالعها الزوج وأشهد عليها أنها خالعته بإسقاط حقها من القيام بالبينة الشاهدة لها بالضرر، فلا يلزمها ذلك الإشهاد والإسقاط، ولها القيام ببينتها وترد منه المال على الأصح. بيان رسمت في المتن البينة المسترعية، وتقرأ تكتب هكذا على أصلها، لأنها ألف إذا وقعت بعد ثلاثة أحرف، وهنا وقعت خامسة، تكتب ياء في ناحية الخط، تكتب ياء، ولكن في النطق يتلفظ بها ألفا على أصلها مسترعات، والنطق بها ياء زي ما هي مرسومة في الخط. قالوا هذا لحن فاحش، فهي بين المسترعاة وبينة الاسترعاء، هكذا ينطق بها. وبينة الاسترعاء هي أصلها أن الإنسان عند حق، يذكرونها في باب الصلح، إنسان عنده حق وعنده بينة تثبته، شهادة تثبته، لكن يخشى من ظلم الحاكم أو ظلم الناس اللي هم من ولاة الحاكم اللي يبقوا ظلمة وينتزعون ويغتصبون أموال الناس بالقهر، ويغتصبونها بصورة قانونية، يأخذون الشخص ضحية إلى المحاكم ويشهدون عليه أنه تنازع على حقه أو باعه، وأنه لا دعوى له تقوم بعد هذا، وأنه تنازل عن كل بينة تخالف ذلك حتى ولو كانت بينة استرعاء. وبينة الاسترعاء يفعلها الإنسان المظلوم عندما يخاف من مثل هؤلاء الظلمة، الحكام ولا ولاتهم ولا اللجانهم ولا كذا، أو تخاف المرأة من زوجها الظالم الذي يريد أن يأخذ منها خلعا بغير وجه حق، يعني تشهد أولا على أن الزوج، لابد أن تكون عندها شهادة على أن الزوج هذا يضر بها، هذه شهادة واحدة من حقها أن تطالب بالطلاق من غير شيء، من غير أن تدفع شيء. وهي تقول: أنا أخاف من هذا الظالم، وإذلك أريد أن أسترعي شهادة وأدعها عند العدول، بأنني قد أضطر أن أشهد وأعترف وأقر بأني أسقطت شهادة الضرر، وأسقطت أيضا شهادة الاسترعاء. شهادة الاسترعاء تقول فيها: إني أشهد وأدع عند المحكمة شهادة بأنني حتى لو أجبرت وألزمت على إسقاط هذه الشهادة فإني غير ملتزم بها ولا تلزمني. تقول: أني أعرف أن هذا الظالم ويعلم الأحكام، وهذا قد يستعمل عوانه من المحامين ومن الشطار ومن الناس الذين يعني لا محترفين لهذه المسائل وغصب الأموال. تقول: قد يجبرونني ويقولون اعترفي وقولي إني أسقطت حتى شهادة الاسترعاء. شهادة الاسترعاء هي شهادة سرية تعملها باش تتوثق، تقول يعني حتى لو أجبروني على يعني إسقاط شهادة الضرر فإني في الواقع إذا أسقطتها فإني غير راضية وغير ملتزمة بإسقاطها، هذه شهادة استرعاء. ولما يأخذها إلى المحاكم يطلب منها إسقاط شهادة الضرر وإسقاط شهادة الاسترعاء أيضا اللي عملتها احتياطا، يقول: حتى شهادة الاسترعاء، كان عندك شهادة الاسترعاء أقري واعترفي بأنك أسقطتها.
فإذا كان الزوج يعني هو صاحب ضرر وأوقع عليها الضرر وعندها شهادة وبين بالضرر، ثم بعد ذلك من وصل بها الحال إلى أنها لا تقدر أن تصبر ولا أن تتحمل مزيدا من ضرره، فذهبت وأدت هذه الشهادة أنها تسقط كل شهادة، شهادة الضرر وشهادة السرعة، أنه لا حق لها في شيء، فعلت ذلك لتتخلص من ظلمه، لأنها لا تطيق أن تبقى معه. في هذه الحالة هذه معذورة، والشرع لا يجبرها على هذه الشهادة التي اعترفت بها وأقرت بها وأدتها، وشهادتها لا زالت قائمة في يدها، وبعد أن تتخلص من شره وتبتعد عنه بعد ذلك وتملك عصمتها، بعد ذلك من حقها أن ترفع أمرها إلى القضاء مرة أخرى وتقيم شهادة الضرر وشهادة الاسترعاء، ويجب على الزوج أن يرد عليها المال وعلى الحاكم أن يحكم بذلك. هذا يعني من عدل الإسلام وبيان أن الضرر حتى ولو كان خفيا، الأمور يعني الظاهرة أحيانا قد تكون مساوية ما فيهاش إشكال وفيها ظاهرها عدل، أن الإنسان يؤخذ بإقراره ويؤخذ باعترافه واعترف وقال أنه لا ضرر واقع عليه وأنه أعطى المال باختياره وأنه مبالغ في ذلك، أسقط كل حق وأسقط كل شهادة تخالف ذلك. لكن هذا إذا كانت المرأة هي في حالة شدة وضيق وكرب وتريد أن تخلص نفسها منه، فإنها إذا ملكت أمرها من حقها أن تقيم كل هذه الشهادات التي هي أسقطتها أمام الناس. والموثقون قالوا من عانى الأحكام يعني وابتلي بالمصائب التي تقع من الناس، يعني قال يكاد أن يكون هذا هو الواجب الذي ينبغي أن يعمل به. قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. ولا يضرها إسقاط البينة المسترعاة على الأصح، قال لأن ضررها يحملها على ذلك، فأطلق المصنف الاسترعاء هنا على خلاف حقيقته المذكورة في باب الصلح، فلو قال ولا يضرها إسقاط بينة الضرر لكان أظهر، ويفهم منه أنه لا يضرها إسقاط البينة المسترعاء بالمعنى المذكور في باب الصلح، وهي ما إذا أشهدت بينة بالضرر ثم أشهدت أخرى أنها إن أسقطت بينة الضرر فليست بملتزمة لإسقاطها، ثم خالعته وأشهدت عند الخلع بإسقاط بينة الضرر، فلا يضرها ذلك ولها القيام بها. ولا يصح حمل كلام المصنف عليها لقوله على الأصح، إذ هي فيها لها القيام اتفاقا. يعني شهادة الاسترعاء هي شهادة أخرى، الصورة ذكرها المصنف هي شهادة إسقاط، شهادة بإسقاط شهادة الضرر، يعني يضرها الزوج وعندها بينة تشهد بالضرر، وعندما وقعوا الخلع أجبرها على شهادة تقول إني أسقطت شهادة الضرر، لو كان عندي شهادة الضرر فإني أسقطتها، هذا إسقاط لشهادة الضرر وليس إسقاط لشهادة الاسترعاء. في هذه الحالة لو أسقطتها تحت هذه الظروف فهل يلزمها الإسقاط؟ قال لا يلزمها على الأصح، على الأصح أنها لا يزال لها الحق في أن تقوم بشهادة الضرر وترفعها بحيث يرد إليها المال. لكن المسألة الأخرى
هي عندها شهادة أخرى غير شهادة الضرر، لأنها يعني متوجسة وعالمة أن القضاة ولا الزوج ولا كذا عند نفوذ وأنه كذا، وسيجبرونها ويحملونها على أن تسقط كل شهادة عندها، فيجبرونها على إسقاط شهادة الاسترعاء نفسها، لأن عندها شهادة ضرر. بعد ذلك أشهدت شهادة الاسترعاء، قالت لو يعني ألزموني بإسقاط شهادة الضرر اللي هي عندي فإني يعني لا ألتزم بهذا الإسقاط، هذه شهادة استرعاء تسمى. فإذا كان في أثناء عقد الخلع أجبروه على إسقاط شهادة الاسترعاء مش شهادة الضرر، فإنه لا يلزمها اتفاقا، لا يلزم هذا الإسقاط، وشهادة الاسترعاء لا يزال معمولا بها لأنها أسقطتها يعني كرها وجبرا، من حقها أن تبرزها، وهذه الشهادة يعني مفيدة يعني احتياطا في وقت الظلم ووقت الاعتداء على الناس وأخذ حقوقهم وتوثيقها، يعني توثيقا في جور وفي اعتداء. إنسان من حقه أن يفعل هذه الشهادة شهادة الاسترعاء في كل شيء يخشى أن يظلم فيه، وتكون هذه سرا بحيث يحتفظ بها، وإذا كان مع ذلك أوقع عليه إكراها لا يستطيع أن يتحمله وتنازع عن حق ولا باع ولا اشترى ولا فعل لا يريده ولا يرغبه، من حقه بعد ذلك أن يظهر هذه الشهادة شهادة الاسترعاء، فتبطل كل تصرف بعد ذلك يخالفها، لأن من أجل هذا هي عملت. حيث أن الإنسان يبقى ما عندهش قدرة، ما عندهش قوة على أن يدفع ظلم الظالمين، لأنهم يعني عندهم السلطة وعندهم المال وعندهم السلاح وعندهم كذا، فهي قد تفعل ما يطلبونه وقد يفعل الرجل ما يطلبونه منه، ولكن إذا أزيل هذا الظلم حتى بعد 10 سنوات ولا 20 سنة وخوصم قول أنت قد بعت أو اشتريت أو ملكت فلان أو طلقت أو أعطيت خلع أو كذا، من حقه أن يخرج هذه البينة التي احتفظ بها وتثبت له حقه، ويكون كل تصرفه وفعله تحت الإكراه ما دام عند هذه البينة بيد يسار، يكون ملغى لا قيمة له. نعم. قال: ولا يصح حمل كلام المصنف عليها لقوله على الأصح، إذ هي فيها لها القيام اتفاقا. يعني في بينة الاسترعاء، إسقاط بينة الاسترعاء هذا يفيدها ولها أن تقوم بها اتفاقا ويرد إليها المال إذا كان عندها بينة الاسترعاء، فإسقاطها لا يضرها بالاتفاق. نعم. قال: ورد الزوج ما خالع به بثبوت كونها مطلقة طلاقا بائنا منه وقت الخلع، لأن خلعه لم يصادف محلا لا رجعيا، ولم تنقض العدة فلا يرده لها، لأن الخلع قد صادف محلا، لأن الرجعية زوجة يلحقها الطلاق. إذا كان الرجل يعني أعطته المرأة خلعا وأخذه وطلق، ثم تبين أن المرأة مطلقة طلاقا بائنا قبل وجود هذا الخلع، الخلع في هذه الحالة لم يصادف محلا لأنه وقع على غير زوجة، مطلقة طلاقا بائنا لا تسمى زوجة. فإذا كان هو يعلم من نفسه أنه طلقها طلاقا بائنا ثم تحايل، أو هو جاهل وظن أنه يجوز أن يأخذ الخلع حتى بعد الطلاق البائن وأخذ الخلع، فإنه يجب عليه أن يرد المال، وطلاق الخلع لا قيمة له ولا يقع وليس طلاقا، ويجب عليه أن يرد المال الذي أخذه، لأنه وقع على غير زوجة لم يجد محلا. شرط الخلع أن يجد محلا أن تكون هناك زوجة في العصمة،
إما غير مطلقة أو مطلقة طلاقا رجعيا ولم تخرج العدة، لم تخرج من العدة، لأن مطلقة طلاقا رجعيا ما دامت في العدة فحكمها حكم الزوجة، يقع عليها الطلاق. لكن إذا كان هو طلقها طلاقا باينا ثم أخذ منها خلعا فيقال له هذا الخلع لغو لا قيمة له ولم يصادف محلا، ويجب عليه أن يرد المال إليها. نعم. قال: أو لكونه أي النكاح يفسخ بلا طلاق للإجماع على فساده كالخامسة أو المحرم، فيرد ما أخذه منها لعدم ملكية الزوج للعصمة. وكان النكاح هو من نكاح الفاسد المجمع على فساده يفسخ قبل الدخول وبعد الدخول، مثل نكاح المرأة الخامسة مجمع على فساده، مثل نكاح المحرم أحد إحدى المحارم. في هذه الحالة النكاح فاسد ويفسخ، فلا قيمة له، لا وجود لعصمة، لا وجود لنكاح، كأنه لم يكن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. إذا كان النكاح بهذه الصورة المجمع على فسادها، والرجل إما لجهله أو لظلمه قال أخالعك وأخذ منها مالا، فهذا الخلع لم يصادف محلا ولم يجد عصمة يقع عليها، فإذا أخذ منها مال يجب عليه أن يرد المال، وليس هناك خلع ولا طلاق. نعم. قال: أو لعيب خيار كجذام علمته به أي بالزوج بعد الخلع، فرد لها ما خالعها به، إذ لها الرد بلا عوض. وكذلك إذا كان المرأة عند الخيار في عيوب الزوجين اللي تقدمت، عيوب إما المشتركة مثل الجنون والجذام، الزوج به جنون ولا جذام ولا برص، وإلا به عيب من العيوب لرد بها النكاح مثل الجب والعنة وغير ذلك، فإذا كان فيه عيب من هذه العيوب التي يرد بها النكاح فإنه لا يلزمها إذا أرادت التخلص منه أن تدفع له مالا، لأن الشرع جعل الخيار أن تتخلص منه بدون شيء، فإعطاء المال بعد ذلك هو أكل لمالها بالباطل إذا أخذه منها. ولو كان الزوج به عيب من هذه العيوب وخالعها وأخذ منها مالا فإنه يجب أن يرده إليها، لأن من حقها أن تطلقه أو تفارقه من غير أن تدفع له شيئا، ودفع المال له هذا هو أخذ مالها من غير وجه حق. نعم. قال: أو قال لها إن خالعتك فأنت طالق ثلاثا، ثم خالعها لزمه الثلاث ورد المال، إذ لم يصادف الخلع محلا. هذه صيغة: إن خالعتك فأنت طالق ثلاثا. ذهب ابن القاسم إلى أن هذه الصيغة أيضا يجب أن يرد فيها المال لأن الخلع لم يصادف محلا، وذكر وقال إن الشرط والمشروط يقعان في آن واحد في وقت واحد، الشرط هو إن خالعتك، المشروط أنت طالق ثلاثا، إن هناك معلق ومعلق عليه، المعلق هو طالق ثلاثا والمعلق عليه هو الخلع. قال: المعلق والمعلق عليه والشرط والمشروط يقعان في وقت واحد، أو ربما بعضهم قال المشروط يقع قبل الشرط، وبذلك تكون هي قد بانت منه بالثلاث فلا وجود للعصمة، فأخذ الخلع بعد ذلك طلاق الخلع لا يجد محلا ولا يقع على زوجة، لأن العصمة انتهت بالطلاق الثلاث، لأن الطلاق الثلاث حسب ما ذهب إليه ابن القاسم أن
المشروط يقع قبل الشرط، والمعلق يقع قبل المعلق عليه. فإذا تلفظ بالخلع بهذه الصيغة معناها أنها تطلق عليه ثلاثا أولا، ثم بعد ذلك يقع الخلع، والخلع في هذه الحالة لا يجد محلا، لا يجد زوجة، لأنها انفصلت العصمة بالثلاث، فيجب أن يرد المال. هذا ما ذهب إليه مشاعره المصنف أولا، وهو قول ابن القاسم، لكن رجح غيره ابن رشد وغيرهم، قالوا يعني هذا كلام لا يستقيم، لعله مذهب أشهب، هذا كلام لا يستقيم، لأن المعلق لا يقع قبل المعلق عليه. لما تقول لشخص إن ذهبت إلى المكان الفلاني أعطيتك كذا، معنى أنت لا تعطيه إلا بعد أن يذهب، لا تعطيه قبل ذلك، لا يلزمك أن تعطيه قبل ذلك. المشروط يقع بعد الشرط، هذا هو الترتيب العقلي المنطقي للشرط والمشروط. أما العكس وهو أن المسبب يقع قبل السبب، فهذا مخالف لقضية العقل، إن كأنه لما نقول يلزم الطلاق الثلاث قبل الخلع كان نقول إن المسبب يقع قبل السبب، هذا مخالف للقضية العقلية. السبب هو لذلك جعل سببا، وإلا لما كان سببا، لو كان المسبب يقع قبله لما كان هو سببا. وذلك رجح أن في هذه الحالة الخلع صحيح، يعني لأنه يقع قبل وقوع الطلاق. فإذا كان قال مثلا إن خلعتك فأنت طالق طلقتان، يقع الخلع بطلقة وتقع طلقتان أخريتان، لأنهما ترتبا على الخلع، مسببتان على الخلع، وقع السبب وقع المسبب. وإذا كان قال إن خلعتك فأنت طالق طلقة، يعني طلقة واحدة، فإنه يلزمه الخلع وتلزمه طلقة أخرى، لأنها مرتبة على السبب. هذا هو الصواب في تصوير هذه المسألة. نعم. قال: لا، إن لم يقل ثلاثا بل أطلق أو قال واحدة فلا يرد المال، ولزمه طلقتان، فإن قيد باثنتين لم يرد المال أيضا، ولكن يلزمه الثلاث، واحدة بالخلع واثنتان بالتعليق. نعم، يعني هكذا. إذا كان قال أنت إن طلقتك فأنت طالق من ثلاث، يلزمه الخلع وتبين منه، أنه ما عادش تحتاج إلى الثلاث، تحتاج إلى اثنتين فقط. وإذا قال إن خلعتك فأنت طالق طلقتان، بانت منه بالثلاث، واحدة بالخلع واثنتان بعده. وإن قال إن خلعتك فأنت طالق طلقة، لازمه اثنتان، واحدة بالخلع واحدة مرتبة على الخلع. نعم، بارك الله فيك شيخ، انتهى الوقت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله أولا وآخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.